من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يخطرني فيها بتكليف سيادة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة. وعرض برنامجها على المجلس. والآن تتلى الرسالة. السيد المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد، تنفيذا لمقتضيات نص المادة 146 من الدستور، فإنه يطيب لنا اختار مجلس النواب الموقر بأننا قد كلفنا السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس الموقر، وبعد فإننا نرجو من الله العلي القدير أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذي تشرفون بتمثيله، وأن تنعقد روابط التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما تصبو إليه البلاد من رقي ورفعة. والله الموفق. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والآن ليتلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.